ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد وموضوعنا عن الانتقاد. اختيار الأسلوب المهذب في النقد هو أحد الأمور المهمة التي راح نتعرف عليها اليوم في حلقتنا، ودور النقد في تقييم وتقويم سلوكياتنا وعاداتنا وتقاليدنا قد يكون من الأمور التي تواجهنا في الحياة بالكثير من الحرص والتوجيه والملاحظات، خوفا على المشاعر من أن نخدش هذه المشاعر وأن يكرهنا الطرف الآخر عند الانتقاد. حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا ضيفتنا الجميلة والرائعة التي تعلمنا منها الكثير من الأمور والسلوكيات الصحيحة لممارسة الحياة الاجتماعية والعملية بشكل صحيح، الأستاذة أكيد لينا حمامي. هلا وسهلا فيك أستاذة لينا. أهلا وسهلا فيكم وبمشاهدين الكرام، وشكرا كثير على التقديم الرائع. نورتينا أكيد. يسعدني أكون معكم دائما. سعيدين جدا بتواجدك معنا أستاذة لينا. حدثينا في بداية عن ما هو النقد، إذا حبينا نتعرف النقد بشكل أوضح. النقد هو توجيه ملاحظة للشخص يكون الهدف منها إن كان مع حسن الظن وحسن النية، يكون توجيه الملاحظة ورأي، والهدف منه مساعدة الآخرين على تصحيح سلوك معين أو عمل معين. هلا المشكلة أنه مش جميع الأشخاص يأخذون على أنه نقد بناء، ممكن يفسر حسب الحالة المزاجية أو حسب نوعية العلاقة، فممكن تفسر على أنه هذا تجريح أو الهدف منه الإحباط أو الهدف. لذلك عملية النقد عملية شائكة جدا. اليوم بحب أؤكد أنه حنتناول موضوع النقد بالنسبة للأشخاص الفاعلين، الأشخاص الأسوياء، الأشخاص اللي ما عندهمش مشاكل نفسية، الأشخاص اللي عم يشتغلوا. مش حنتكلم عن الأشخاص اللي مثلا نوجه لهم انتقاد لأنهم فاشلين أو لأنهم غير أسوياء أو لأنهم سيئين، لا، حنتكلم اليوم على النقد البناء. حنتكلم اليوم حتى وإن كان نقد هداء، وإنما يلي بيتوجه للأشخاص الفاعلين في الحياة، النشيطين في الحياة، لأنه هداك في عنا يعني مجال أوسع بكثير، ويمكن الوقت ما حيكفينا لتناول النوعين. جميل. طيب أستاذة لينا، ذكرتي أنه إحنا اليوم رح نتكلم عن النقد للشخصيات العملية والشخص اللي هو بيكون، كيف أنه أنا أجعل هذا النقد بناء أو عامل لبناء هذه الشخصية، بدال ما أنا أخليه مثلا عامل تحطيم لهذه الشخصية أو بيأثر عليه بشكل سلبي؟ أوكي. أرسطو يقول: إن كنت أردت تفادي النقد فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا، وإذا تلقيت نقد فهذا يعني أن لديك أفكار ولديك عمل ولديك مبادئ وأنك تتحرك في الحياة. الطبيعي إنه الإنسان الذي يتحرك يعني بيكون عرضة للملاحظات وللنقد وللمتابعة، وأنه يكون تحت المجهر ومسلط عليه الأضواء. فبالتالي إذا ما تبغى حد ينتقدك فبالتالي لا تعمل شيء ولا تكون شيء. في عنا شغلة مهمة جدا، أنه كبار الشخصيات الذين صنعوا التاريخ أحاطوا أنفسهم بأشخاص يقولون لهم لا ويقولون لهم أنت غلط. كبار الشخصيات من رؤساء ومن فنانين ومن سياسيين ومن سادة، مين ما بتكون أحاطوا بنفسهم بهؤلاء الأشخاص، لأنه ليس صحيح أنه إحنا دائما على حق أو أنه إحنا دائما على صح، فبالتالي نحتاج لأشخاص لكي يقيمونا ويقومونا. العملية النقد تساعد على النمو، على الـ أننا نكبر وأننا نتوسع. ليه؟ لأنه هناك طريقتين للنمو. الطريقة الأولى اللي هو ما يسمى الاستبطان أو النقد الذاتي، بمعنى أني أنا أكون مرآة لذاتي. صحيح. أراقب تصرفاتي، مثل ما بنقول إحنا محاسبة الذات، أنه أراقب ذاتي، سلوكياتي، تصرفاتي، أفكاري. هذا ما يسمى بالاستبطان. النوع الثاني وهو الفيدباك، لما أتقبل ويوجه لي ملاحظة أو نقد، شرط أن تكون من الأشخاص الصح. يعني مش أي شخص أنا أقعد أفكر برأيه
بقصده، وإنما أنا أشوف من هم الأشخاص الذين يهمونني فأستمع إليهم وأخذ بمشورتهم برأيهم. لذلك عملية النمو لا يمكن أن تكون زي القطر، زي القطار يعني ماشي كده بدون ما يكون فيه محطات، يكون فيها عملية تقييم وعملية مراجعة، لأنه هذا الشيء الطبيعي. وانت نحن لا نعمل لوحدنا في الحياة، لأنه في أثناء حركتنا في الحياة احنا نتواصل مع أشخاص ونتفاعل مع أحداث وتتغير حالاتنا المزاجية وحالاتنا النفسية وحالاتنا الذهنية. هذه كلها بتخلي الآخرين يعني يتحسسوا مننا، فهذا الطبيعي. جميل. صحيح. يعني ليش من وجهة نظرك أستاذة ريدة احنا بنخاف من النقد او ما بنتقبل النقد بشكل جيد؟ هذه مشكلة الإيجو، الأنا. كلما تعاظمت تعاظم الأنا داخلنا ما بتقبل النقد ولا. لا أتقبل النقد. برافو عليك. هي الفكرة أنه هالإحساس بالامتلاء الذاتي، هذا الإحساس بالاكتمال، أنه أنا ما ناقصني شيء، أنا كويسة، أنا مالي، ليه معاجبك؟ عرفتي كيف؟ النقطة الثانية، كل الأشخاص في عندهم مقاومة للنقد، لأنك أنت لما بتنتقديني أنت عم تطلبي مني أتغير بشيء ما، فهذه عملية التغيير بتطالعني من منطقة الأمان اللي أنا متعودة فيها. وإذا أهملت هذه الملاحظات فمعناها أنه أنا أو أني متكبرة أو أني جاهلة أو أني متعجرفة أو أني مصرة على الخطأ، وفي جميع الأحوال مش صح ومش حلوة بحقي. عملية الرفض، أنه أنت بأي حق أساساً أنت توجهي لي هالملاحظة هذه، وبنفس الوقت طيب أنا زي ما أنا، واللي مو عاجبه هو حر أو يبلط البحر زي ما منقول إحنا، عرفتي؟ فعملية النقد هي عملية مش سهلة أبداً، وفي إلها آليات وفي إلها هذا طبعاً. لازم أنه إحنا نتعلمها ونتقنها، لأنه لا نستطيع النمو بدون الملاحظة. لا أنا مش دائماً بسميه نقد، لأنه يعني ممكن هي الكلمة بحد ذاتها موجعة، بس قولي أوجه نصيحة. أوجه ملاحظة وعلى أساسها. وبرضو في نقطة مهمة جداً، عمرك ما توجهي نقد بدون ما يطلب منك، لا تتطوعي ولا تتبرعي. ايوه لا اجي هذه مشكلة. لا 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 ابدا. لا هذا الان في عندنا نقطة مهمة جدا، اللي هي لازم يجب التمييز ما بين النقد ووجهة النظر. ايوه الاختلاف صحيح. رائعة. يعني صحيح. مثلا انا وحدة عم تسألني انه مثلا هل ما قمت به صح؟ انا اذا اعطيتها رأيي ممكن تاخده انه على اساس انه هذا نقد. لازم نعرف انه من حق الجميع ابداء ارائهم، ولا نستطيع حجر على افكار الاخرين. صحيح. كوني ابديت رايي هذا لا يعني اني اشخصن هذا، واني انا اتوجه بالملاحظه الى شخصك. شرط ان يكون توجيه الملاحظة تكون بشكل لائق والمحترم، والتي نراعي فيها مشاعر الآخرين وأحاسيسهم ومركزهم. صحيح. ووضعهم. هذا كله يعني داخل بالسياق نفسه. صحيح طبعا أكيد. طيب ذكرتي أستاذة لينا أنه لازم أنه إحنا نراعي شعور الشخص الذي أمامنا. طيب بالنسبة للشخص اللي بيتم مثلا انتقاده أو وضع الملاحظات عليه، كيف من المفترض أنه هو يتقبل هذا النقد؟ كيف المفروض أنه تنصحيه تكون روحه في تقبل هذه الانتقادات؟ هلأ في هذا ما يسمى بالفلاتر. أنه أنا وجهتي لي ملاحظة، قبل ما أحكم عليها أفلترها. أولاً، من يوجه لي هذه الملاحظة؟ هل هذا الشخص لديه الكفاءة المطلوبة إن كان في مجال تخصصه
أو كان يعني مثلا أنه ولا بينتقد كده في موانا أو في موانا أيوة. يعني أمي أختي هذه الأشخاص هذه أوكي يعني ما حتجلس تحطيهم بالميزان أنت بتفهم أو ما بتفهم طبعاً. لأنه ممكن يكون الملاحظة يعني نابعة عن محبة خوف صحيح. عن مصلحة كل هالأمور هذه. النقطة الثانية لازم تعرفي نقدر أنه إحنا نستوعب الهدف من هذه الملاحظة انه هل يقصد منها فعلا الاصلاح والا ما انما فقط التجريح لانه هنا بيجي الفلتر الاخر انه من يوجه لهذا هل هو عدو ام صديق. هو صديق كلنا عندنا اعداء هي سنه الحياه ان ما كانوا اعداءهم حساد ان ما كانوا حسادهم هم مساكين ما كان يعني في شيء خليهم انه وجهه يعني غايه لا تدرك على هذا وما في مانع على فكره انه انا اتقبل الانتقاد من العدو لانه هذا العدو ممكن يكون في عنده حس الصديق ما شافه او ما امتلكه او ما قدر او من حب هذا الصديق للشخصيه ما بيتغاضى فما بيركز في هذه الامور صحيح صحيح تماما هي الفكره انه احنا بعض بحكم العلاقه وبحكم الالتصاق الدائم مثلا صحيح. بعلاقاتنا بالآخرين نبدأ أنه إحنا ننسى بعض الأخطاء لديهم نبدأ نتجاهل بعض السلوكيات والتصرفات فبصير عنا عادي هو كده أيوة يعني هل النقد يعتبر من الحب؟ يعني اللي ينتقدك يحبك يحاول يطور منك اكثر يحاول يوجيك اخطائك اللي انت ممكن تكون ما انت عارف عنها فهل صحيح يعتبر صحيح 100% شرط الاسلوب ايوه هو يعرف في علم النفس او في التنميه البشريه او هذا يعرف بالساندويتش انه اقدم اطراء اللي فيه هو مديح بصفات معينه وبعدين بحط الملاحظه في الوسط وبعدين بكمل انا بنقطه هذا اساسي ولكن بشرط انه ما يكون في مبالغه في المديح عشان فيما بعد تختلط الامور على هذا ويعتقد ان الملاحظه التي وجهت اليه غير مهمه وغير يعني حساسه بالقدر الكافي لتغييرها هلا انه ما نقول انه والله انه النقد هو دائما بيكون بناء لازم نعترف انه في نقد غير بناء مش هقول هدام انا هقول غير بناء لانه ما بيكون منهجي وما بنكون مبني على اسس حقيقيه لانه عشان انا اوجه الملاحظه لازم يكون في عندي خلفيه سليمه وصحيحه عن الشخص اللي انا بدي اوجه له اعرف وضعه وحالته المزاجيه واحاول اني اتلمس او اتحسس مدى قدرته على تقبل الملاحظه لانه احيانا الملاحظه حتى ولو كانت صحيحه اذا ما كانت قيلت في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبالمكان المناسب ستلفظ الانسان لن يتقبلها وحيحس بانه هو يعني مستهدف بشكل سلبي جميل حابين نحط اسس اللي كيف نوجه النقد للآخرين أيوة. 1-2-3 نقاط معينة نتبعها قبل توجيهنا للنقد إيش هي؟ زي ما قلت لكم بالبداية لازم نعرف نتحسس الشخص هذا ومتى تقبله النقطة الثانية نكون منهجيين النقطة الثالثة يكون في عنا حسن نية حقيقة بشكل إنه يكون في عنا تبرير لتوجيهنا لهذه الملاحظة أنا بنتقد هذا الشخص حابة أعدل من هذا السلوك أو هذا الموضوع صحيح هذا النقطة الرابعة عدم الشخصنة كوني أنا لاحظت إنه اليوم هذا تصرفك هذا ما أقول لك والله ترى أنت دائما بتعملي كده هو بيكون مش صحيح فعندنا هذه كلمة دائما كده أيوة لازم كيف من وبصير نتحول من الخاص إلى العام ومن الموضوعية إلى الشخصنة ومن الـ من الـ من الـ المنهجية إلى الفوضى في المشاعر والفوضى في المعلومات والفوضى في التوجيه
الموضوع حساس بالذات بين الزوجين لما الزوج يوجه نقد لزوجته والعكس صحيح. مو دائما بيكون في تقبل من الطرفين للنقد، مو دائما ابدا نهائي. بالنسبه بسيطه ممكن يكون في تقبل. بالمقابل اذا كان انا في عندي ملاحظات لازم في الاول سيبك من الساندويتش سيبك من الساندويتش لحظه توجيه الملاحظه اني احد الشريكين يكون متعود على توجيه الاطراء للطرف الآخر عشان لما يوجه الملاحظة أوكي تقبل. أما أنا بسكت طبخت كويس ما أقولها أيوة. نظفت في ما شيء أقولها غلط أبدأ أقول. حلوة اليوم ما أقولها، دافئة اليوم ما أقولها، كل الحسنات اللي فيها أتغاضى عنها وأقول والله هذا الطبيعي، هي كده المرأة التي يجب أن تكون هذه الزوجة. ولما يحصل أي خطأ أو تقصير أو عندها مشكلة ما أندفع أنا وأبدأ بالسلسلة الانتقادات. بالانتقادات ما حتذكر له، فلازم يكون في عنده مخزون، عندها مخزون من الإيجابيات من الكلام اللطيف والحلو عشان لما بتجي ملاحظة أقول والله هو بيحبني، ممكن معه حق. نفس الشيء بالنسبة للزوجة، يعني هي عملية ود ولطف ولباقة ولياقة وأصول واحترام، فهذه كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عشان أستطيع أنا توجيه الملاحظة أو تقبل الملاحظة من الأشخاص. يعني من هذه أهم الأمور التي يجب أن تكون موجودة بكل الطرفين، سواء اللي حاب أن هو يعطي الملاحظة صحيح. أو اللي يتلقى الملاحظة. أكيد كل شكر أكيد لك أستاذة لينا على هذه المعلومات المهمة جدا اللي قدمتيها لنا بخصوص موضوعنا اليوم، يعطيك العافية. وشكرا كثير. شكرا لك. أكيد مشاهدينا حننتقل للتقرير عن الكوكيز، والعشاق الكوكيز أكيد هم كثيرين، تابعوا هالتقرير مع زميلتنا. رجعنا لكم بعد هذا التقرير الجميل واللطيف.
والرائع. وبكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا، نتمنى تكونوا استمتعتوا بصحبتنا مثل ما إحنا دائما أكيد نستمتع بصحبتكم. ومن هنا إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. أكيد لقاءنا فيكم يتجدد غدا، تابعوا كل حلقاتنا على اليوتيوب في قناة السعودية الأولى. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.